كثفت بعثة مملكة البحرين للحج ممثلة برئيسها فضيلة الشيخ الدكتور عدنان القطان جهودها لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لحجاج المملكة، إلى جانب وضع الخطط والترتيبات المتعلقة بالحملات البحرينية في مختلف المشاعر المقدسة. بعثة مملكة البحرين عملت منذ بدء موسم الحج مع الجهات المعنية بتنظيم الحج في المملكة العربية السعودية على توفير جميع السبل والتدابير أمام حجاج مملكة البحرين حتى يتمكنوا من أداء النسك بكل يسر وسلاسة. لتسهيل الحج على حجاج مملكة البحرين وتيسيره، قامت كافة لجان البعثة بمكة المكرمة بأدوار استثنائية، وذلك لتنفيذ كافة التوجيهات الملكية السامية في توفير كافة السبل لراحة الحجاج البحرينيين عند تأدية فريضة الحج. تم اليوم تفقد مخيمات منى وعرفات للوقوف على التجهيزات والاستعدادات لاستقبال حجاجنا من المواطنين والمقيمين. تم تفقد هذه المخيمات فوجدناها ما شاء الله قد نصبت بإتقان، ووضعت فيها الكنبات والمكيفات والفرش، فإن شاء الله يعني يتم استقبال الحجاج على أكمل وجه. كافة اللجان عملت كخلية نحل في المشاعر المقدسة ولم تتوانى من التأكد من توفير جميع معايير واشتراطات السلامة والتأكد من الجاهزية في كافة المشاعر. نحن وصلنا لمكة المكرمة لمدة أسبوعين، قمنا بتجهيزات شركة المطوف والشركة البدالة نصبت لنا الخيام، قمنا بتجهيزات معاهم ووقفنا على تجهيزات الخيام بالكامل بالنصب للفرش، وخلصنا جميع الاستعدادات حق المخيمات بالكامل في عرفة. دور اللجنة الكشفية دور أساسي في ضمن البعثة، حيث تقوم بأدوار عديدة، من ضمن هذه الأدوار هي الإشراف على مبنى البعثة، فلها دور أساسي أيام التشريق، حيث تقوم اللجنة الكشافة بتنظيم المخيمات في منى. احنا دورنا اليوم تم التأكد من مخيم عرفة لجميع حجاج مملكة البحرين من حيث الجاهزية، الجاهزة الأمنية والجاهزية لحجاج مملكة البحرين. طبعا تم التأكد من تسليكات الكهرباء، دورة المياه، وأيضا تم التأكد من بوابات الدخول الحجاج والخروج، وأيضا بوابات الطوارئ، من حيث التجهيزات، من حيث الخيام. السلامة الأمنية تكون الحمد لله طيبة، بحيث أن هذا العام تم وضع أكثر من باب للمخرج للطوارئ. استعدادات وترتيبات استباقية قامت بها بعثة مملكة البحرين للحج وعملت بجهد في المشاعر المقدسة، كما وضعت جميع الخطط لتحقيق الهدف المنشود. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، قامت بعثة مملكة البحرين للحج في مكة المكرمة بجهود جبارة واستثنائية، ورسمت الملامح الواضحة في المشاعر المقدسة وأدت أمانتها بكل صدق وأمانة. طلال نايف لمركز الأخبار من المملكة العربية السعودية مكة المكرمة.